إذن للحديث عن قانون الانتخاب المقترح معنا على الهاتف الدكتور إبراهيم المنسي، عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي. دكتور إبراهيم، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك أستاذ عمر، حياك الله. يعني دعني أبدأ من سؤال يتعلق، ما الذي جعلكم تفكرون بقانون انتخابات جديد قبل أن أدخل في بعض التفصيلات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك انه الدوله الاردنيه الان تمر بحقيقه ازمه، وهذه الازمه لا تقل حده عن ازمه 89، وما اخرج الدوله الاردنيه سنه 89 الا برلمان 89. واليوم الازمه اشد، وبالتالي الامر يتطلب استنهاض حاله سياسيه فعلا تنتج برلمان ناضج بل انضج من برلمان سنه 89، وكانت حد الملكية في موضوع ما يتعلق بتخفيض عدد المقاعد المجلس النيابي من 130 إلى 80، والدعوة إلى تشكيل حالة حزبية تكون داخل مجلس النواب. التقطنا تلك الرسالة نحن والأحزاب الأردنية، واجتمعنا مع أكثر من 33 حزب حقيقة، وخرجنا الآن برؤى ومبادئ وطروحات لتجسيد قانون ناضج، بما أن هناك فرصة سياسية مواتية. الدولة والأحزاب تنسجم مع هذا التوجه بإنتاج حالة سياسية جديدة، نعمل أن تنتج فعلا قانون يستنهض حالة البلاد السياسية، وذلك هذا التداعي هو الذي دفع الأحزاب الأردنية إلى أن تقدم مقترحات لعلها تلقى قبولا عند القائمين على تشكيل هذا القانون للمرحلة القادمة، والذي نحن بمثل حاجة له. جميل جدا، لذلك ننتقل بك إلى يعني أبرز معالم هذا القانون. قطعا أن هناك شصي رئيسي لهذا القانون في ذهنيتكم حينما قمتم بصياغته، هذا الشخص الرئيسي أو هذه المعالم الرئيسية أو الأقانيم الرئيسية مرتبطة بالذي أشرت له، حاجة الأردن له في هذا التوقيت، الإصلاح السياسي. ما هي أبرز معالم هذا القانون؟ لا شك أنه لما تحول القانون من 89 إلى 93 كان هناك بعض المواد التي مسها التعديل، وهي إحنا نعتبرها قنطرة سياسية، ونحن نعتبر قانون 93 هو الذي بدأ بعده حالة الحبار السياسي الى مرحله الان اصبحت اثارها سلبيه جدا. الان بعد 93 2016 اصبح عندنا قانون جديد ايضا مس بعض المواد، احدث قنطره سياسيه. هذه القنطره السياسيه كذلك لم تستطع ان تستنهض حاله برلمانيه يمكن الركون لها في استنهاض الحاله السياسيه. وانا اعتقد ان هنالك بعض المواد ايضا تشكل قنطره اخرى لقانون 2018 اذا تم فعلا التوجه نحو اقرار قانون جديد. مثل هذه الملامح التي بعضها توافقنا فيها مع الاحزاب الأردنية، وبعضها فعلا كان توافق كبير بيننا وبين كتلة الإصلاح النيابية التي أرادها معالي الدكتور عبد الله كايلي. المادة الثانية مثلا بحيث يتم تخفيض عدد أعضاء المجلس من 130 إلى 80 لتخفيف العبء والكلفة وتفعيل الأداء السياسي واستقطاب النخب السياسية إلى مجلس النواب. ملمح آخر تحويل دوائر البادية إلى دوائر جغرافية حقيقية تجسد المعنى الحقيقي لهذه المناطق البادية الثلاثة. اقتراح تعديل مادة من مواد القانون بأن يسمح بنظام القائمة للمقترعين بالتنقل بين القوائم لمنح أصواتهم التي هي على عدد نواب الدائرة. طبعا هناك في خلاف بين هذه المادة التي عدلناها ككتلة إصلاح وكحزب جبهة العمل الإسلامي وبيننا وبين الأحزاب الأخرى التي تنادي بالصوتين، نظام الصوتين، صوت للقائمة المحلية أو المرشح في أي قائمة من القوائم المحلية وصوت للقائمة الوطنية. نحن نتفق مع هذه الأحزاب على ضرورة وجود قائمة وطنية تتجسد من خلال 50% من مقاعد المجلس النوابي النيابي، تتنافس عليها الأحزاب الأردنية بنخب سياسية على مستوى الوطن. في مادة أخرى مهمة حقيقة، وهي بخصوص تحديد الكوتة للمسيحيين والشركس والشيشان ودوائر البادية. كان في القانون السابق يمنعهم من الترشح خارج تلك الدوائر، هم هؤلاء مواطنون لهم أرقام وطنية يحق لهم التنقل بين الدوائر، وهذا ما ندعو له حقيقة في أن يكون في القانون القادم. العمل على توسيع قاعدة المشاركة وتمكين الأحزاب وأصحاب البرامج السياسية ومساعدتها بالوصول إلى البرلمان. وهذه المادة هون بالذات تقتضي تعديل دستوري للمادة 67 بهذا الخصوص، عن طريق تشكيل القائمة الوطنية للأحزاب على أن تضم مرشحين حزبيين ومرشحين غير حزبيين من النخب السياسية الموجودة على مستوى الوطن. حقيقة هنالك مواد كثيرة جدا تم الاطلاع عليها وتم تعديلها بضوء ما نصب إليه في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، يعني نحن لسنا في معرض نقاش. وإذا عندك أسئلة حقيقية حول بعض المواد المحددة، يعني هنالك
استهلال كبير يمكن ان نتحدث فيه ان شاء الله. نعم جميل. يعني لن اطرح عليك اسئله تتعلق بالمواد، لكن اريد ان اطرح سؤال عام. دائما حينما تصاغ قوانين تتعلق بالانتخاب في الاردن، واحده من الفزعات التي توضع على الطاوله الحركه الاسلاميه، بمعنى اليوم أنتم تقترحون القانون، كم تتوقعون استجابة الدولة لمثل ذلك؟ لا سيما أنكم تعيشون في فترة توتر في علاقتكم مع الدولة، اليوم تجمعون مجدين، مجد التوتر ومجد الفزاعة، يعني هل تتوقعون أن يلقى هذا القانون استجابة دكتور إبراهيم؟ يعني حزب جبهة العمل الإسلامي هو حزب عريض ممتد من الشمال إلى الجنوب بأكثر من 38 فرع. نعم. فيه أكثر من 400 قيادي يديرون شان هذا الحزب على مستوى المملكة. هذا الحزب لابد حقيقة أن يعتبر وأن يحترم وجوده، لكن نرى اليوم أن هنالك طرح خطير وهنالك بعض التسريبات عن طرح خطير، والمقصد منه تحجيم الحركة الإسلامية ممثلة بحزب جبهة الإسلامية، وهي كوتة الأحزاب وكوتة المقاعد الحزبية، بحيث أن البعض يطرح اليوم أنه لابد أن تكون قوائم مغلقة على مستوى الوطن، لا يسمح بالحزب أن يشارك في أكثر من 4 مقاعد إلى 5 مقاعد، وهذه المقاعد تكون مغلقة، وهنالك 40 مقعد على مستوى الوطن، القائمة الأعلى الأولى تأخذ 5 مقاعد، القائمة الأعلى الثانية تأخذ 5 مقاعد، القائمة الأعلى الثالثة تأخذ 5 مقاعد، وكأنهم يريدون لمثل حزب جبهة العمل الإسلامي أن ينافس فقط على 5 مقاعد، مقارنة بحزب بالأمس سخط وبالأمس سجل وبالأمس فتح مقر أمانته العامة ولا يوجد له ولا فرع. هذا حقيقة في تقديم للعمل الحزبي وليس استنهاض للعمل الحزبي استجابة للرؤية الملكية التي فعلا تم التصريح بها مؤخرا، خاصة في الجامعة الأردنية مع لقائي سيد البلاد مع الشباب في الجامعة الأردنية. نعم، وهذا ما قصدته من سؤالي، بمعنى أنهم دائما يضعون تحجيم الحركة الإسلامية. بالاعتبار بدي أشكرك شكر جزيل الدكتور إبراهيم المنسي، عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي. شكرا دكتور إبراهيم، شكرا. أيضا نبقى في سياق نشاطات كتلة الإصلاح في مجلس النواب الأردني، ومعنا على الهاتف سعادة النائب الدكتورة ديما طهبوب، النائب الحالي والناطق الرسمي لكتلة الإصلاح. مساء الخير دكتورة ديما. مساء الخير. مساء الخير. أهلا أخو عمر، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة فيرموك. نتشرف بك. بدي أبدأ بسؤالي حول الاستجواب الذي قدمتيه للحكومة حول إنفاق 271 مليون دون سند قانوني. نعم، قدمنا اليوم استجواب للحكومة، كان في أصله سؤال متابعة لمعلومة تظهر في تقارير ديوان المحاسبة منذ 17 عام بوجود سلسة استثنائية بمقدار 272 مليون لم يتم تسديد أي مبلغ منها وليس لها تاريخ استحقاق ولا فوائد. طبعا من خلال أجوبة الحكومة العامة جدا لم يتبين لي بالرغم من طلبي مجموعة من الوثائق إنه مصادر السلفة وسبب أصلا أخذها ولمن سددت، كل هذه المعلومات الأساسية التي تساعدنا في تتبع هذا الأمر، وهو ليس دكتورة دينا يعني عشان نفهم الناس قليل. نفهم الناس، السلفة ما أخذتها الحكومة. نعم، السلفة الجهة معروفة اللي أخذت منهم أخذتها. نعم، من البنك المركزي. البنك المركزي. نعم، كان بدنا نتوثق أكثر من المعلومات، أنه تعرف هذا مال عام، وكانت السلطة عندما تم أخذها كانت في عام 1991، فالمال العام يعني مهما مر عليه الزمن لا يسقط بالتقادم الحقيقة، فكان رغبتنا أنه معرفة لمن تم صرف هذه السلطة، السبب في صرفها، مصادر صرفها. ولما لم يأتينا الجواب من الحكومة في الموعد المحدد قمنا بتحويل، كما ينص النظام الداخلي، قمنا بتحويل هذا السؤال إلى استجواب. وحتى في الاستجواب أخي الكريم تبين أن المبلغ كان أكثر من ذلك، وكان 390 مليون، تم سداد بعض، تم سداد 118 مليون منها، وما زال المبلغ المتبقي منذ سنة 2000 هو 272 مليون لم يتم سدادها. ولكن ما زال الجواب الذي وصلنا من الحكومة يفتقر إلى الشفافية، يفتقر إلى معرفة لماذا كانت هذه السلفة من الأصل، وما أسباب صرفها، وما السند القانوني لصرفها. واليوم الحقيقة حصلت معظم الأجوبة أن الحكومة لم توفر مصدر المعلومات، وبالعكس أنا كنائب يعني اجتهدت في البحث، يعني تبين لي أن هذا قرار مجلس أمن اقتصادي في عام 1991، وأن هناك بعض المشاريع التي تم تسديد السلفة إلها، ومنها صندوق التنمية العراقي ومشروع الإسكان لبنك الإسكان، وطلبت استضاحات على هذين المشروعين يعني تخصيصا، إنه ما السبب
انه تم الاستدانة لسداد هذين المشروعين، واين ذهبت المبالغ المستثمرة معهم في الاصل؟ نعم. فاحنا يعني واجبنا في هذا السؤال الحقيقة اخي كان انه يكون في متابعة للمال العام مهما تقادمت عليه السنين، لانه احنا بنحكي عن مبلغ ليس بالقليل الحقيقة. وانا كما ذكرت الحكومة اليوم، انا لما بقول الحكومة كانت تتذرع برفع الدعم عن الخبز، وكل بتقول دعم الخبز بكلفنا 141 مليون، احنا بنحكي عن 272 مليون. هذا المبلغ كان ليسد هذا الدعم، كان يعني لم يكن الحكومة لترفع الضرائب بشكل تخبطي وبشكل عشوائي على الأغذية وعلى المبيعات وعلى الزراعة وعلى الأدوية. نعم. الحقيقة هو ليس مبلغ بالهين، ولا يمكن التعامل مع أي فلس من المال العام يعني باستهانة إطلاقا، وهذا واجب المجلس. نعم. وكان المهم أيضا أنه إحنا نصل إلى شفافية في التعامل مع المال العام، الأصل أن المعلومة تكون موثقة. يعني طب من هون بدي أسألك سؤال دكتورة ديمة. الآن مرحلة السؤال لم تقنعك، الإجابة لم تكن شفافة، ذهبت إلى الاستجواب. نعم. لو حدثنا الناس يعني ماذا يعني الاستجواب، ماذا بعد ذلك يعني؟ نعم. الاستجواب هو الآن طبعا طلبت الحكومة مهلة مدتها في النظام الداخلي 30 يوم حتى تعطيني المعلومات الدقيقة عن مصادر صرف السلفة، ولماذا يعني هذه المشاريع اللي أنا سألت عنها بالذات. فالآن الحكومة طلبت هذه المهلة لتعطيني المعلومات، بعد ذلك يتم أيضا يعني مناقشة هذه المعلومات مرة أخرى، وعلى أساسها إما يعني يكون عندنا قناعات أن هذه المبالغ يعني تصرف في مكانها المناسب وهناك جدول لسدادها وما إلى ذلك، وإما أن يعني بعد ذلك قد يتبنى طرح الثقة بالوزير، أو قد يتبنى أي أحد آخر من الزملاء. نعم. بدي أنتقل من هذا الموضوع دكتورة ديمة إلى موضوع يتعلق بقانون مقترح للانتخاب تفكر في كتلة الإصلاح. اليوم الإعلام بدأ يتفاعل مع هذا الموضوع. هل القانون سخن موضوعه؟ هل تبادلتم الحديث مع الزملاء مع داخل المجلس، لا سيما أنه في نقاش مع الأحزاب خارج المجلس، لكن داخل المجلس في نقاش حول هذا الموضوع؟ احنا بدأنا ككتلة يعني بالمبادرة الحقيقة بوضع أطر عامة لما نتخيله من قانون انتخاب عصري يشجع الحياة الحزبية ويشجع تداول السلطة وربما فيما بعد حكومات برلمانية، ويكفل تمثيل مناسب وعادل لكافة فئات المجتمع. وضعنا خطوط عامة تقدم بها الأستاذ صالح العنقوطي من كتلة الإصلاح، والآن غدا لدينا لقاء مع كثير من الأحزاب الأردنية الوطنية يوم الاثنين لتجويد هذه الفكرة، لتجويد المقترحات، للوصول إلى حالة توافقية بشأن هذا القانون. نعم. نتمنى لكم التوفيق، وبدي أشكرك على وقتك. شكر جزيل. شكرا لك سعادة النائب الدكتورة ديمة طهبوب الناطق الرسمي باسم كتلة الإصلاح. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، حاولنا أن نذهب إلى أكثر ملف يتعلق بنشاط كتلة الإصلاح، وأنا سعيد جدا في قصة اقتراح هذا يعني القانون والدخول في فلسفة جديدة كنا دائما نتحدث عنها، لا تدع التشريع للحكومة ولديوان الرقابة والتشريع، يضع الحديقة وأنت تدور يعني في داخل أورقتها. شرع بمعنى أن تضع تشريع تقدم اللجنة القانون، فيصبح النائب والكتلة قادرة على إنتاج تشريعات بعيدا عن جلباب الحكومة، وهذا ميزة فكرة القانون. بتمنى أنه ينتقل لكتل أخرى وينتقل لقوانين أخرى ومواد أخرى. بهذا أكتفي، أذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود إلى ملف آخر إن شاء الله.